إلى مراحلها الأخيرة وصلت استعدادات بلادنا لتنظيم النسخة 18 لقمة منظمة الفرنكوفونية بجزيرة جربة، من ذلك الشروع في عمليات محاكاة لمختلف محطات القمة، ولا سيما ما يتعلق ببرنامجها الرسمي باحتضان فضاء مسرح الهواء الطلق بمدينة حمد السوق لتظاهرة اختبارية تجريبية حول جاهزية هذا الفضاء لاحتضان حفل الافتتاح الرسمية. مثل هذه التقنية فيها اختصاصي الصوت، اختصاصي الصورة، الأكسية نتاع المسرح، نهيئوا كل الظروف باش ناخذوا مؤشرات صحيحة على التجربة اللي باش نعملوها اليوم، اللي هي عملية بيضاء في مستوى التأثيرات الصوتية. بقيت مدينة إن شاء الله على موعد مع عدة تظاهرات ثقافية موازية للاحتفاء بالقمة ولإبراز الصورة الثقافية الجميلة لولاية مدنين ولتونس كافة. برشا مسالك سياحية سواء معناها رسمية للوفود الرسمية أو ثانوية، كذلك سيقع الاشتغال على هذه المسالك، يعني تحسينها وتهذيبها. عملية المحاكاة لآخر هذه الاستعدادات تابعها أعضاء اللجنة الوطنية المنظمة للقمة وشركاؤها الرسميون، لا سيما مؤسسة تلفز الوطنية التونسية والديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي وإدارة اتصالات تونس. رانا شحول الموعد هذايا وكل عادة احنا التلفزيون التونسية حاضرة في المواعيد الكبرى هذايا، وجينا توا الجربة عندنا قبل بشهر من الموعد نتاع الفرنكوفوني باش نبداو التحضيرات التقنية واللوجستية الكل. بدينا في التطبيق وبدينا معناها في معناها كل ما هو تقني، معناها وصلوا الالياف البصريه ووصلنا باب، معناها عملنا تجربه معناها كيفاش باش تصير الاشارات، معناها توصل للاماكن، معناها بالنسبه للتلفازات وكل شيء. وتو قاعدين في تجارب تقنيه للمسرح معناها باش يتهيأ معناها في الموعد المناسب. احنا حطينا انفراستركتور بشد محترمه معناتها للفايده القمه اللي باش تصير وخاصه لجزيره جربه، والشيء هذا باش يقعد منفعه واعتزاز لجزيره جربه. بالتوازي مع الاستعدادات التقنيه واللوجستيه لهذا الموعد في بلادنا، يستمر عمل مختلف اللجان المنظمه لهذه القمه في سياق محورها حول التواصل في اطار التنوع، التكنولوجيا الرقميه كرافد للتنمية والتضامن في الفضاء الفرنكوفونية.